بطل من أبطال العروبة، مع أنه كردي الأصل، فارساً يجيد فنون الحرب والقتال، نهض ليكمل مسيرة البطولة في ساحات الجهاد في سبيل الله تعالى، قائد المسلمين وموحد الدولتين وفاتح أولى القبلتين، مؤسس الدولة الأيوبية، إنه الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. وفي عام 2005 تم إنتاج الفيلم الهوليودي الشهير مملكة السماء، الذي يروي فتح المسلمين للقدس وموقف صلاح الدين، حيث أظهر الفيلم مقاومة شرسة للصليبيين دفاعاً عن القدس. ولكن هل كان ذلك هو التاريخ الحقيقي؟ في عام 1038 ولد صلاح الدين في قلعة تكريت بالعراق، وهو نجل نجم الدين أيوب. عاش صلاح الدين طفولته تحت كنف أبيه الذي علمه القرآن وأصول الدين والدنيا، وعمه أسد الدين شيركو الذي صقله الفروسية والرجولة. كان مساعداً لعمه أسد الدين شيركو في الوزارة، وكانت له الأيام ليتعلم من عمه شؤون إدارة الدول، وكان موهوباً بالفطرة. وبعدما توفي أسد الدين استلم صلاح الدين الوزارة في مصر، وتعرض لمحاولة اغتيال من قبل الفاطميين. وبعد توحيده للشام ومصر وتجهيز الأمة الإسلامية لتحرير البلاد من سطوة الصليبيين، توجه نظره لتحرير البيت المقدس، وبدأت خيوط الشمس الإسلامية تسطع من جديد. وبعدما احتل الصليبيون بيت المقدس ولبث الفرنج في البلدة يقتلون فيه المسلمين، قتلوا ما يزيد عن 70,000 منهم، وجماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعامتهم. وكان الصليبيون يجمعون الذهب من سكان القدس، وكان بينهم جواسيس ينقلون إلى الصليبيين الأخبار، فإذا نقلوا لهم أن إنساناً عنده ذهب طلبوه منها، وإذا علموا أنه بلع الليرات الذهبية قتلوه وشقوا بطنه وأخرجوا منه الذهب، أو يحرقونه ثم يبحثون بين الرماد عن الذهب. وكان الصليبيون مجتمعون في معسكر صفورية قرب مدينة عكا، وهو أفضل الأماكن الملائمة للقتال، لأن الماء متوفر مع مراعي للخيول، وإذا انحصروا فالبحر وراءهم تأتيهم منه النجدات والمؤون. كان صلاح الدين يعرف أن مهاجمة الصليبيين في معسكرهم في صفورية مغامرة، وهذه المغامرة يرجح أن تكون فاشلة وفرص النجاح فيها ضعيفة، فعبأ صلاح الدين قواته وتولى بنفسه قيادة الجيش، وتقدم إلى مدينة طبارية فحاصرها واحتلها كخطة منه لاستدراج الصليبيين. هنا خاف الصليبيون على القدس، وقرروا التخلي عن معسكرهم في صفورية والتوجه لملاقاة صلاح الدين. وهكذا نجحت خطة القائد العبقرية باستدراجهم وإخراجهم من مخبئهم، فهو الذي فرض موقع المعركة وكل شيء فيها لصالحه ليخوض معركة حطين الشهيرة. سار صلاح الدين بجيشه عبر التلال حتى بلغ حطين، بينما كان الصليبيون قد غادروا حدائق صفورية وجنانها ومراعيها ومياهها، وشقوا طريقهم في تلال جرداء لا ماء فيها ولا شجر ولا ظل ولا موارد لخيولهم على امتداد الطريق، فاشتد الإحساس بالظمأ لدى الرجال والخيول. وكانت كمائن المسلمين تهاجم مقدمة الجيش الصليبي ومؤخرته، وأمطروا قلب الجيش بالسهام، فكانوا يتساقطون على الطريق كما يتساقط ورق الشجر في فصل الخريف. وصل الصليبيون إلى هضبة حطين الجافة، بينما كان المسلمون معسكرين في الوادي المعشب. أمضى الصليبيون ليلتهم يشربون الخمر بدل الماء من شدة العطش، وهم يسمعون المسلمون يرددون الأدعية ويهللون ويكبرون. كانت معنويات الصليبيين منهارة تماماً عندما تم تطويقهم تطويقاً كاملاً، ثم بدأ المسلمون الهجوم. توحدت البلاد، جمعت الجيوش، وبدأ الزحف للمعركة الكبرى. زحف الصالح صلاح الدين بجيشه من جهة عين سلوان حتى يكون الماء قريباً من جيشه، وأمر جنوده بمحاصرة المدينة في هيئة دائرية. وصل المسلمين على الجبل الذي حولها يوم الجمعة، وأعلنوا القتال والتحرير بعد الصلاة مباشرة. لم يكن في المدينة المقدسة
قوة كبيرة لحمايتها من الفتح الإسلامي، فقد قضى صلاح الدين على معظم مستعمراتهم وأنهى حياة عملائهم وانتقى من المسلمين جيشاً لا يعصي الله. دار الصراع بين الطرفين، وكان قتال الفرنجة قتال اليائس، فلقي كثير منهم مصرعهم منذ الهجمة الأولى عليهم، وفضل كثيراً منهم الأسر وانهارت قواهم، وجاء صلاح الدين ونزل على القدس نزول الطبيب على المريض، بينما كان القدس يئن من قذارة الصليبيين وجرائمهم، وكسب هذا البطل الإسلامي بقلبه وإحسانه أكثر مما كسبه بسيفه، وأصبح اسمه رمزاً للرحمة في أوروبا بعدما عفى صلاح الدين عن الصليبيين بعد استرجاعه للقدس. فما أحوج أمتنا الإسلامية اليوم إلى أمثال صلاح الدين الأيوبي، وما أحوج القدس اليوم إلى حطين الأمس. انتظرونا مع رجل آخر من رجال صدقوا وما حققوه من بطولات لا تتبادر إلى مخيلة الأذهان اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.